ايوه ابو حارب، بس تكلمنا عن ظاهرة الشفق او هي الشمس ترسل فوتونات على الأرض، تكون في رياح شمسية شديدة يعني في السرعة، توصل أكثر من 200 كيلو متر في الثانية، يا حتى مش سبحان في الله. الساعة، في الثانية. وتوصل للأرض، الأرض مغناطيسية الأرض تكون في أشدها في القطب الشمالي والجنوبي. هنا ويوم تتجرب من الأرض، الأرض عندها الغلاف الجوي، الغلاف هنا الجوي بعد فيها غازات، فتختلط هاي الفوتونات مع الغازات اللي موجودة في الأرض، يعني تضربها تخفف سرعتها وتستوي التفاعلات. يوم تستوي التفاعلات نحن نبتدي نشوف اللون الأخضر والأحمر والأزرق اللي هي ألوان الشفق. الشفق، يعني على حسب الغازات اللي صدمت بالأرض. فهاي هي سبحان الله حماية للأرض من وصول الأشعة الضارة هاي يعني سبحان الله. على الناس، وليش بس بالقطبين يوجد هالشيء؟ لأن يعني أشد مغناطيسية في الأقطاب، يعني القطب ايوه. الشمالي والجنوبي يعني. ونحن طبعا نشوفه لأن المنطقة اللي نحن فيها البولار نايتس، الليالي القطبية، اي نعم. فالظلمة شديدة جدا والتلوث الضوئي خفيف، فلها سبب نقدر نشوفه. يعني لو السماء كانت مغيمة ايه ما نقدر نشوف الأورورا لايتس هاي، صحيح، فلو ما كانت مغيمة نقدر نشوفها يعني. احسنت، شكرا لك ابو حارب.